إلا أكد السيد الشريف وكيل مجلس النواب أنه سيتم مناقشة التقرير النصف السنوي الخاص بتقييم أداء الحكومة في إحدى الجلسات العامة، مضيفا أنه سيتم مناقشة كل وزير بالجزء المنوط بعمله في اجتماع مع اللجنة النوعية المختصة قبل مناقشته في الجلسة العامة. في سياق متصل، تعقد اليوم لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اجتماعا مع وزير الخارجية سامح شكري، حيث يناقش الاجتماع عددا من الملفات من أبرزها مستجدات العلاقة المصرية مع دول الخارج والتطورات الأخرى على المستوى الإقليمي، فضلا عن مستجدات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحياء عملية السلام، إضافة إلى شؤون المصريين في الخارج. للمزيد حول لقاء شكري بلجنة العلاقات الخارجية معنا مراسلة أون لايف جيرمين إبراهيم. أهلا بك معنا جيرمين، ويعني ماذا عن تفاصيل هذا اللقاء الخاص بشكري مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب؟ بالطبع أتابع معك عمل لجنة العلاقات الخارجية اليوم، وكما ذكرت هناك لقاء مرتقب مع وزير الخارجية سامح شكري. سيتم التطرق في هذا الاجتماع لمناقشة عدد كبير من الموضوعات التي تخص الشؤون الخارجية، يعني ليس هناك موضوع محدد، ولكن هو اجتماع مفتوح مع أعضاء مجلس النواب وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بشكل خاص للتحدث مع وزير الخارجية وتبادل وجهات النظر بشأن العلاقات الدولية وأيضا الموقف المصري في إطار عدد من القضايا المختلفة. يعني أيضا سيتم مناقشة ما أثير مؤخرا حول الاجتماع الذي حدث بين مصر وإسرائيل والأردن ومعرفة التفاصيل من وزير الخارجية، ولكن أيضا يعني هذا ربما سيأتي بعد عدد من اللقاءات التي عقدها الآن وزير الخارجية في مقر وزارة الخارجية. هذه اللقاءات ستكون مع ممثل الاتحاد الأوروبي لشؤون ولحقوق الإنسان. أيضا هناك لقاء يعقده وزير الخارجية مع كبير المفاوضين الفلسطينيين، ثم سيعقب هذا اللقاء قدوم وزير الخارجية إلى مقر مجلس النواب لعقد الاجتماع مع لجنة العلاقات الخارجية. يمكن أيضا يعني بشكل متصل يحدث أنه هناك عدد من اللقاءات التي تحدث وتجمع بين عدد من أعضاء مجلس النواب مع أعضاء أو وفود أوروبية وألمانية بشكل خاص، ربما هذا يأتي تمهيدا للزيارة المرتقبة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مارس القادم. كان هناك لقاء حدث يوم الثلاثاء الماضي جمع بين دكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وبين نائب رئيس البرلمان الألماني، وتم تبادل العديد من الموضوعات الخاصة بالعلاقات المصرية الألمانية وأيضا تدعيم التعاون بين البرلمان المصري والبرلمان الألماني. وأطلع أيضا رئيس مجلس النواب علي عبد العال نائب رئيس البرلمان الألماني على أهم المشاريع القوانين التي صدرت عن مجلس النواب خلال دور العقاد الأول، مثل قانون الهجرة غير الشرعية وأيضا قانون القيمة المضافة. وأكد في نائب رئيس البرلمان الألماني على اهتمام ألمانيا بتدعيم العلاقات المصرية الألمانية. أيضا هناك عدد من اللقاءات التي ستجمع جمعية الصداقة المصرية الألمانية بأعضاء مجلس النواب، وهناك أيضا لقاء سيكون في مارس المقبل لرئيس الجمعية المصرية الألمانية وستة من أعضاء البرلمان الألمانية. أعود إليك مرة أخرى جيرمين إبراهيم مراسلة أون لايف، شكرا جزيلا لك.